النهارده احنا موجودين عشان الذره الرفيعه او السرجم. ده محصول مهم جدا لكل محافظات الصعيد. ده هجين هندي. ليه الهجين ده تحديدا جبناه من الهند واشتغلنا عليه وسجلناه باسم الشركه اخناتون؟ الحقيقه ان زي ما حضرتك ذكرت ان الذره الرفيعه له اهميه كبيره جدا، وبدات الفتره اللي فاتت في الصعيد ان المساحات تكتر لدرجة ان المساحات وصلت في الصعيد لاخر احصائيات اكتر من 400 الف فدان. صحيح. على مستوى الصعيد في ظل الارتفاعات درجات الحراره وفي ظل التغيرات المناخيه اللي احنا بنمر بيها هيكون له اهميه كبيره جدا. زائد ان في حاجه تانية مهمه قوي، ان الذره الرفيعه معظم الاصابات بتاعته الندوه العسليه. احنا مش هنقول ان الذره ما بيتصابش، ان الاخناتون ما بيتصابش بالندوه العسليه، ولكن هو من اكتر الاصناف او الهجن اللي موجوده في السوق بيقاوم الاصابه بالاصناف زي الندوه العسليه والمن. طب ايه الفرق بقى بين اخناتون ومبارك وفرعون؟ الهجين الاخناتون هو هجين ثنائي الغرض، محصول وسلاش بيوصل الطول فيه ل 2.20 متر، زائد ان هو بيديني اعلى انتاجيه، فبيمشي معايا للي عايز يعمل سلاش ويمشي معايا للي عايز يعمل محصول. هجين زي مبارك بنوجهه اكتر في المزارع الكبيره اللي بتحتاج ميكنه زراعيه، لان هو متوسط طول فيه 160 سم، فبيكون مناسب اكتر للميكنه. هجين ثاني زي فرعون مثلا هو هجين فارع الطول شويه 2.5 متر، اللي عايز سلاش اكتر. فاحنا عندنا لما بننزل هجوم بننزل دايما حاجات مختلفه عن بعضها بتخاطب او بت 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 بتلبي طلب المزارع لكذا حاجه هو عايزها. زرعناه في كم محافظه؟ انتشرنا ازاي؟ الصعيد، انا كنت مركز على الصعيد، زرعت في اسيوط، زهاج، المنيا، الفيوم، دي اكتر المحافظات اللي كنت مركز عليها ان هي اكتر المحافظات اللي بتزرع ذره رفيعه. بعد كده دخلنا الهجن لتسجيل وزاره الزراعه، خدت خطوات التسجيل بتاعتها عادي جدا. مده طويله ولا؟ خدت 3 سنوات. احنا شغالين في الصنف لغايه ما قدرنا ان احنا نحصل على شهادات التسجيل الخاصه بتاعته بالكامل، والنجاح الحمد لله من مركز البحوث الزراعيه. بعد كده ابتدينا ان احنا ندخله من الهند، إن الحمد لله بدأنا الأول بكميات بسيطة لغاية ما النهاردة وصلنا إن إحنا مستحوذين على كمية كويسة جدا في الذرة الرفيعة في إن شاء الله في الوجه القبلي. خلي بال حضراتكم، الدكتور ماجد حمودة مؤسس تكنوسيز تخرج في كلية الزراعة بجامعة الأزهر سنة 1989، وحصل على الماجستير من جامعة الأزهر في تربية المحاصيل الحقلية سنة 2006، والدكتوراه من جامعة المنصورة سنة 2011، وهو أول باحث مصري يحصل سنة 2008 على درجة مربي للمحاصيل الحقلية عن هجن الذرة، وهي درجة علمية وليست أكاديمية، وبدأ برامج التربية للذرة من سنة 1994 لتأصيل سلالات نقية في الذرة الشامية. أما شركته تكنوسيدز فأسسها سنة 2006. راجل خبير في التقاوي وخبير في زراعات الذرة بصفة عامة، الشامية ورفيعة، نقدر نتوسع في هذه الأصناف ولا لأ؟ طبعا. نوصل لمساحات قد ايه؟ طبعا احنا ان شاء الله متوقعين ان احنا في خلال الفترات القادمه نوصل لاكثر من 650 ل 700 الف فدان من الذره الرفيعه في خلال سنتين ثلاثه الجايين، وده توجه دوله بالكامل وتوجه عام عشان خاطر الفترات الامور اللي احنا بنمر بيها في التغيرات المناخيه اثرت جامد على الذره الشامي، فحرفيا الصعيد هيتجه اكتر للذره الرفيعه من الذره الشامي. ولو دخل في العيش المساحات هتعدي 1 مليون فدان ان شاء الله، ده اللي احنا متوقعينه وشغالين عليه من دلوقتي.